الحمد لله الان السلطات المحليه وصلت الولائيه طاونا يعني الضمانات باش ان شاء الله يكون اعانه الفريق جمعيه وهران. راكم تشوفوا بدينا في الاستخدامات يعني مدروسه في اللاعبين في القسم الثاني، رغم انهم يعني كان بالك ما يسمعوش بهم، ولكن لاعبين كل مقابله العمل في القسم الثاني. زياده على ذلك رجعنا عده لاعبين من اللي كانوا جمعيه وهران، دونك درنا خليط ما بين لاعبين وفريق شبان. نظن بلي هذه هي استراتيجيه تحت العام باش تلعب على الصعود ولا حتى على النزول، لك لازم لك اعانات ماديه. هي الحق، هي دوك راهي كما قال لك كاع الفرق راهم يعانوا من هذه الناحيه. بون السلام عليكم، ما تخافش عليك بلي هذا فريق اللي بنت فيه فريق تاع العائله تاعي اللي هو فريق قاب جمعيه وهران. الحمد لله بالك تشوف بالك تكلمت مع الرئيس، بالك مفاوضات ما كاش كاين شروط باسكو هذا فريق قلب. الناس قاعد عارف بلي لا فامي بالغ بلي حبهم لهذا الفريق بالك من الشيخ تاعي. سعيد بالعوده، ديجا انا لعبت فريق جمعيه وهران، سعيد العوده الى المنزل كما يقول لك. ان شاء الله هذا العام اوبجيكتيف تاعي نلعب ماكسيموم د ماتش، نعاود نلونسي لا كارير تاعي ان شاء الله باش اضواء يتسلطوا عليا، وان شاء الله اهداف الفريق بوخوا با نلعبوا على لاكسيسيون ان شاء الله.